ان هذا مريض وراء عنده سرطان حنجرة جاي يسمونه نمس ماشي هذا مرة سمعون هذا صوت نهرسة فنشوف الدكتور شو يقول على حالته المفروض شو اسمه يسوي له عملية ما أعرف استئصال حنجرة استئصال الورم راح نسوي له منظار حنجرة سمت چپ فیکس سمت راست حرکت دار هذا الفيديو اللي سويته هسه من دار الحنجره قال لي الدكتور هذا الفيديو بيصير لنا اياه من قبل التصوير خش فقال لي التصوير فما قدرت احكي بالعربي لانه الدكتور بعد ما يفهم العربي فالملخص هذا المريض شنو يسوي له عمليه استئصال الحنجره لكن شنو انه حنجره المريض حاليا غير قابله انه يدخل بها انبوب حتى المريض شنو يتنفس فش يسوي له؟ يحطوا له هنا انبوب انبوب للتنفس يسموه شنو؟ تراكوتومي فلا رأيكم هنا شلون تصير العملية عندنا يعني شوفون هسه هاي الحنجرة خوش المريض وين السرطان مالته بهاي المنطقة وهاي هي الحبال الصوتية طبعا يعني المريض بعد ما يقدر يحكي نشيل له شنو هاي المنطقة هاي المنطقة ايضا شنو مصابة فالمهم نشيل على قدر على انه شنو تخلص من الكتلة السرطانية